الأناظير لعبت دور كبير قوي في تشخيص وفي علاج أمراض كتير كانت بتقابلنا قبل كده في موضوع تأخر الإنجاب أو العقم. بس هو المهم يعني إمتى أعمل المنظار، يعني إمتى أقول للسيدة دي أنت محتاجة منظار، لأن أنا يعني أنا بنصحها إنها ما تعملش المنظار ده غير مرة واحدة بس في حياتها، سواء مثلا هتدخل تعمل كي أو تثقيب للمبيضين، سواء هتدخل تعمل منظار تشخيصي أو هتعمل تسليك للأنابيب أو أيا كانت المشكلة اللي عندها من الداخل، أنا بنصحها إنها ما تعملش المنظار ده غير مرة واحدة في حياتها. حتى لو هي جاية لي من بره وعاملة منظار، أنا بسألها عن التقرير أو السي دي بحيث إن أنا أشوف أنا المنظار وما اضطرش، يعني مش عايزة ألجأ إن أنا أعمل لها منظار تاني. طبعا إن كل عملية لو ما اتعملتش صح بيبقى لها مشاكل. برضو مثلا الحالات اللي هي عملت تثقيب للمبيض، عندها تكيسات مثلا او عملت تثقيب مبيض او كده، انا بنصحها انها ما تعملش التثقيب ده او الكي ده غير مره واحده بس في حياتها. فعشان كده طالما هقدم على خطوه المنظار لازم يتعمل بطريقه سليمه، لازم يتعمل في مكان صح، لازم ان انا ادخل المنظار او اخرج المريضه دي احقق لها اقصى استفاده من المنظار، او على الاقل خالص يعني اخرج من غير ما اضرها وقت المنظار. المنظار طبعا خطوة بسيطة قوي، ما هيش عملية جراحية أو حاجة زي ما الناس متخيلة، يعني أول ما بقول لها عملية منظار أو كده بتبقى متخيلة إن هي مثلا هتقعد في البيت فترة طويلة، إنها تاخد أجازة من شغلها، إن هي مثلا تاني يوم مش هتقدر تشتغل أو تمارس حياتها عادي. لا، هي عملية بسيطة جدا. إحنا دلوقتي بنستخدم كمان حاجات مايكروم في المناظير، مش زي المنظار اللي كنا بنستخدمه زمان. بنعمل فتحة بسيطة قوي ما بتتعداش الخمسة ملي، ممكن ما نحتاجش الفتحة تانية، يعني ببساطة بقت عملية بسيطة، ما عادش يعني مش زي زمان. طبعا برضو ان هي غنيتني كتير عن موضوع اللاباروتومي او فتح البطن اللي كنا بنستخدمه زمان في علاج بعض الامراض زي التكيسات. يعني قبل كده كان ممكن بيستخدموا في علاج تكيسات المبيضين عملية اسمها ويدج ريسكشن، او ان هم يعملوا تقشير للمبيض، وطبعا بعد كده اكتشفنا ان العملية دي لها مشاكل كتير قوي، بتسبب التصاقات وبتسبب ان السيدة بتفقد مخزون كبير من او جزء كبير من المخزون بتاع المبيض بتاعها. دلوقتي عن طريق منظار قدرت ان انا اعمل عمليه ليس انفيزيف، او يعني ما فيهاش تدخل جراحي جامد، وفي نفس الوقت ان انا احقق لها اقصى استفاده ممكنه بعد عمليه المنظار، بحيث ان انا حتى لو ما عملتش حاجه وقت المنظار اخرج من غير ما اضرها او اعمل لها اي مشكله. لو جينا اتكلمنا طبعا عن انواع المناظير، انا عندي مناظير تشخيصيه ومناظير علاجيه، يعني ممكن منظار ادخل اشخص بيه بس، وممكن منظار ادخل اشخص واعالج بيه الاسباب اللي موجوده او الاسباب اللي هي مسبب اسباب العقم عند الزوجه دي. بس امتى بقى الجا لخطوه المنظار؟ ده الكلام اللي احنا بنقوله، يعني لما بيجي لي مثلا زوجين في العياده بقى لها مثلا فتره عماله بتاخد علاجات وعماله بتاخد تنشيطات، طبعا بعد ما بطمن على تحليل سائل منوي ان الزوج سليم ده ما عندوش اي مشكله، انا بقول لها يعني كفايه. يعني مثلا بتجي لي، بستغرب ان السيدات بتجي لي عندها مثلا بقى لها 5 سنين متجوزه وعماله تاخد في منشطات وما بيحصلش حمل وتحليل الزوج سليم. طيب يعني هو كتر المنشطات هيتعبها ويكلفها ويهلك المبيض على الفاضي. فإحنا هنا يعني محتاجين إن إحنا ندخل نشوف أو نعمل خطوة تانية تقول لنا إيه المشكلة الداخلية اللي منع الحمل عند السيدة دي. حتى لو ما عندهاش مشكلة بدخل أطمن عليها، وبعد كده أخرج من المنظار أدي بقى منشطات بس على أساس سليم، إن هي كده سليمة وزوجها سليم، أبدأ أدي منشطات على أساس سليم. حتى لما 90% يعني اللي بلاحظه إن 90% من الحالات اللي بخرج أقول لها منظارك سليم تماما، ما عندكيش أي مشكلة وبقى لها 5 6 سنين بتاخد منشطات، من أول شهر على طول بتحمل بعد المنظار، نسبة عالية قوي. إيه السبب؟ يعني مجرد عمليه المانيبيوليشن نفسها بتاعه المنظار ده بيزود قوي معانا فرصه الحمل. ممكن برضو تبقى حاجه بسيطه قوي، يعني انا هي عدت عليا وقت المنظار وما تشخصتش، زي مثلا كان في انسداد بسيط قوي في الانابيب وقت المنظار، انا ما يعني مجرد انا ما لاحظتش اساسا ان كان في انسداد، مجرد ان انا حقنت الصبغه لقيت الانابيب سلكت تماما وما فيهاش اي مشاكل، وطلع اقول لها ان منظارك سليم تمام. دي الحالات اللي بتحمل على طول بعد المنظار. والله لو لقيت بقى مشكله صعبه ساعتها بقى بنعرف ازاي نتعامل معاها.